انا قريت دراسه كده مع اعملها احدى المراكز البحثيه الكبيره في مصر، جابت بالاسماء المتشيعون في مصر، بالك ازاي؟ اطباء ومهندسين وعدد كبير جدا على فكره. في مدارس شيعيه في مصر دلوقتي. طب وايه المشكله؟ لا مشكله ازاي يا استاذ؟ المشكله ازاي يا استاذ؟ ازاي يكون معلم مدرس يبقى شيعي في مدرسه في مدينه سنيه؟ مصر حكمها الشيعه في العهد الفاطمي. يا ستي ما بيحكمناش الشيعه دلوقتي، يعني احنا دوله بنمثل المرجعيه الاكبر في العالم السني، خد بالك ازاي؟ لا على فكره الموضوع يعني نقعد مش عايز الشيعة المصريين مش عايز تعامل بخفه شديده في هذه المساله. لا انا بستفسر من حضرتك. انا عايز اقول لك لما يكون معلم مدرس شيعي في مدرسه سنيه، معلم بيتعامل مع الاطفال، بالك ازاي؟ دي مساله خطيره جدا جدا. مؤكد انه مش لازم يدرس ماده التاريخ دي. بيأثر على زمايله المدرسين وبيأثر ايضا على الطلبه وكده، وعندنا شكاوى وعندنا وعملنا شغل بفيديوهات كمان ده في الجنون ونشرناه عندنا موثق بالفيديوهات، ومدارس شيعيه موجوده واخد بالك ودرس فيها المذهب الشيعي، وهم دخلوا في هذه المساله في السودان منتشر. وعلى فكره يعني السودان بيشكي يعني مر الشكوى من التشيع، الجزائر اشتكت من التشيع، الجزائر نفسها.